إذا عندنا هاي السوفت وير، لما بنفتح السوفت وير بهذا الشكل برجع معنا انتر من هون. هلا المشكلة أو الغلط اللي احنا عملناه أو اللي ما انتبهتش أنا عليه المرة الماضية، لازم ندخل البوبيليشن بالأول هون حتى لو كان ان ايكوال فلور هايت، دخلوا البوبيليشن لأنه بخزنها. هلا هو المفروض السوفت وير لما نقل من ايكوال لان ايكوال يخلي لي هذا الدايلوج مفتوح، لأني هلا لما بروح بحط هون ان ايكوال بوبيليشن بختفي هذا البوكس. اوكي، كان الأفضل الأحسن إنه يضل موجود لأنه عماله بيعتمد على الرقم هذا. يعني المفروض السوفت وير الافضل بالسوفت وير انه كان يجمع. على اي حال انا حطيت، هلا حطيت هي، حطينا البوبيليشن هون 1000. هلا خلينا ناخذ نعملها هلا ان ايكوال وندخل الفلور بوبيليشن. البوبيليشن كانت، وبعدين بدي هون بدينا بسبعه مش هيك، وبعدين بدينا بعدد البيسمنتس كان عندي 2 بلس جراوند، هدول 8 بلس جراوند مش هيك، او 8 اباف جراوند. اوكي، فهدول ظبطوا. هلا هذه بدها تصير، كانت عندي 0.1، بعدين عندي هون كمان 0.1، والاخير ظبطت حالها لحالها 0.8. اوكي، بعدين عندي بدنا البوبيليشن، بدينا بالبوبيليشن هون اظن 150 مزبوط، و150 150 كم 150 كان عندنا، وحده 200 3 4 5، فهي عندي صار 1 2 3 هي 4 هي 5، بعدين عندي 100 100، واخر شيء 50. اوكي، هي هذول جاهزات. والبيسمنت ارايفل بريف ضبطناها، بدنا نحط هلا الفلور هايتس. الفلور هايتس كان عندي 3.5 و3.5، بعدين الارضي كان 5، وعندي 1 2 3 4 5، ارتفاعهم 4 4 4 4 هي 3 4 5، بعدين عندي هذول كانوا 3.8 3.8، واخر شيء هذا نوت ريليفنت، المفروض اني اتركه فاضي. والارايفل هي عندي صار هذول واضح انهم اوكيبنت فلورز ديستنيشن فلورز. هلا عندي الفيلوسيتي، بدينا بالفيلوسيتي، اول فيلوسيتي بدينا فيها كانت 2.5، والاكسلريشن 1 والجيرك 1. عندي الترافيك اب بيك ترافيك او انكمينج، مرات في ناس بسموه انكمينج اب بيك ترافيك. الترايلز بدينا ب 10000 مش هيك، كنا نعمل الدور اوبن، الادفانس دور اوبننج راح الغيه زيرو، وما فيش عندي موتر، راح افترض انه ما عندي موتر ديلي فراح الغي هذا اعتبره زيرو. وهدول عندي 2 و3 1.2 1.2 بنفس الطريقه. هلا عشان نتاكد اللي ما عملناهوش كمان المره الماضيه لازم نعمل تشيك. هلا ديتا از اكسبتبل، المرة الماضية لو عملنا تشيك كان راح يعطيني انه التوتال بوبيليشن 1000 ومجموع الفلورز 1200، هو الاصح كان والاحسن انه يجمع الرقم اللي موجود في التيبل ويستنتج منها التوتال بوبيليشن. فهذا اللي كان يعطينا الخطا هناك. لما نعمل اوكي ايكويشن از اوكي، تاكدوا لي بالله الارقام كلها صحيحه. هلا بنعمل جو. هلا اخر مره طلع معنا 107 اظن اول رقم،